السلام عليكم يا جماعة، سلام من السعودية لمصر، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة يا جماعة تعالوا هنعمل الكفتة الجملي. الجملي هو أملي، شفتوا الكفتة عاملة ازاي؟ دي كفتة جملي يا جماعة، زي ما قلتلكم الجملي هو أملي. قبل ما نبدأ عايز اللايك وشير ومتابعة، واللي مشتركش على اليوتيوب يروح يشترك ويرجع تاني بسرعة. ويلا نبدأ في الكفتة، كانت طعمها تحفة يا جماعة. أول حاجة هنصبع الكفتة بالطريقة دي كفتة جملي يا جماعة. بالمناسبة دي كفتة جملي جايلي من القاهرة، أم الدنيا، جايلي من مصر أم الدنيا طبعا، مفيش بعد أكل بلدنا وحاجات بلدنا طبعا. تمام، دلوقتي أنا بصبع الكفتة معاكم اهي. دي سهلة جدا يا جماعة، بس بالمناسبة أنا ما عملتش جنبها ولا رز ولا مكرونة ولا أي حاجة. كفاية احنا تكبسنا رز وتكبسنا مكرونة، فقلنا كفاية كده ناكلها بالعيش، وحشنا العيش نغمزها كده بالعيش. هنخلص بقى يا جماعة الكمية كده زي ما انتوا شايفين، زي ما انت تحبي بقى تصبعيها زي ما انت عايزه، عايزاها تخينه، عايزاها رفيعه، عايزاها مدوره، عايزاها مكعبره، عايزاها برجر، زي ما انت عايزه. انا بحب اصبعها كده شويه مكورين وشويه صوابع يا جماعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بس صراحه كانت حلوه جدا ما شاء الله، كان طعمها حلو قوي بجد، يعني كان طعمها جميل. يلا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. احنا شوفوا خلصت الكميه على طول زي ما انتوا شايفين كده، سهله جدا، مش هتكمل معاكم حاجه. دي وقعت فانا شلتها تاني يا جماعه على طول زي ما انتوا شفتوا كده. وعلى فكره يا جماعه ممكن تعملوا برده في كفته هنا، يعني سهله جدا. ممكن تجيبوا الرز من عند الراجل في رز مطحون، وتاخدوا اللحمه من عند الجزار والخضار، هو يعملها لك على طول عادي. في هنا يا جماعه رز مطحون على طول. تمام، هنا دلوقتي هنحمر الكفته يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. على فكره زي ما قلت لكم كده، الناس اللي عايزه تعمل كفته هتروح عند اي واحد هنا عنده مطحنه، ياخدوا منه رز، نص رز عليه نص لحمه، كيلو رز عليه كيلو لحمه يا جماعه، وتروح عند الجزار تقطع اللحمه وتاخد الخضره من بتاع الخضار وتعمليها. دلوقتي يا جماعه انا زي ما انتم شايفين كده خلصت الكفته، شايفين كانت عامله ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت جميله جدا. اتفضلوا معانا كده، انا خلصتها، شايفين الصباع ولا فك ولا ساح ولا اي حاجه خالص، شايفين الجمال يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنعمل بقى الصلصه بتاعتها. الصلصه بتاعتها سهله جدا، هنحط حته زبده بلدي من خير بلدنا كده، زبده من خير بلدنا طبعا، وهنحط شويه زيت معاها عشان الزبده ما تتحرقش، وهنضيف البصله، وهنحط وهنضيف معاها معجون طماطم، وهنضيف الطماطم طبعا الفريش بتاعتنا. بس كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده البصلايه على طول، ويا ريت البصله ما تكونش تحمر قوي يا جماعه، ما بلاش تحرقوها جدا على النار عشان البصله بعد كده بتمرر الاكل. خليها يعني ايه كده حلوه كده، وتروح ايه ضايفه بقى معجون الطماطم زي ما انت عايزه، وتروح ضايفه الطماطم زي ما انت كده الفريش. اول ما تخليها تتقل شويه كده مع بعض، شايفين يا جماعه بعد ما تقلت معانا هنضيف بقى عليها التوابل. التوابل عباره عن ايه؟ فصين ثوم مدقوقين في اي زي ما انت عايزه، طحنهم في اي حاجه. تمام، وهنضيف بقى كزبره وكمون وفلفل اسود يا جماعه، وشويه شطه وشويه ملح وشويه سكر صغننين، تمام، عشان نسبه الحموضه من معجون الطماطم. دلوقتي يا جماعه بعد ما الصلصه اتظبطت كده والملح وزي الفل كده، هنضيف بقى الكفته. هتاخد لها من حوالي 10 دقائق او 15 دقيقه، مش بتكمل على طول على فكره الكفته في السوى، عشان كل حاجه مفرومه يا جماعه ما بتكملش سوى. ودي كانت الكفته بتاعتنا الجميله بعد ما استوت، شايفين شكلها عامل ازاي، كانت زي العسل، والصباع اتنفخ ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت جميله جدا. اهم حاجه في الصين التوم يا جماعه، والكزبره والكمون، شويه الشطه، لو مش عايزه شطه خلاص ما فيش اي مشكله. ودي كانت فقرتنا النهارده من الكفته الجملي، والجملي هو املي. ما تبخلوش بقى علينا باللايك والاشتراك، واللي ما راحش يشترك يروح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.